أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معاكم في جمهور التالتة. وجي معادنا مع صندوق المستكاوي وناقدنا الرياضي الكبير أستاذ حسن المستكاوي اللي مشرفنا ومنورنا. مساء الورد يا فندم. مساء النور يا إبراهيم. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. فرصة أستغل الميعاد بتاعنا ده إن أنا أتكلم مع حضرتك شوية كده على بطولة كأس العالم المقبلة إن شاء الله بإذن الله، وهذا العرس الكروي المنتظر اللي بيجي كل 4 سنين عشاق كرة القدم في كل حتة في العالم بتبقى قلوبهم وعقولهم وعيونهم وكل حاجة متعلقة بالهيصة بتاعتك، مهرجان كاس العالم. طبعا طبعا. يعني بص، الواحد في البطولات الكبيرة، الألعاب الأولمبية أو كاس العالم أو كاس الأمم أو كاس أوروبا، الواحد بيعيش المسابقات حدث أو صحيح. الحدث ده بيعيشوا بالمتابعة بالمشاهدة، يعني المتابعة أقصد بها القراية ونشوف التقارير وتحاليل وتقييمات وأخبار وفيتشرز، يعني قصص خبرية. أمتع حاجة في الموضوع أوي قصص الخبرية أوي أوي أوي. يعني من ضمن القصص أنا قريتها عن كأس العالم أو المدربين، يعني في زي في مدربين بيوصفوا إن هم عباقرة في اوقات وبيفشلوا. قصه جميله جدا. في طبعا الاصابات والمشاكل، اللعيبه اللي بتغيب دي عامله هسس في منتخب انجلترا ومنتخب المانيا. يعني تيمو فارنر لما اصيب مش هيلعب غالبا، عامله مشكله كبيره جدا للالمان كده. يعني الترشيحات في اجماع تقريبا، انت عارف الترشيحات دي حاجه نظريه. ايوه. وغالبا بتبقى الترشيحات مش هي النتيجه النهائيه. أيوة. يعني. لكن كل الترشيحات رايحه للبرازيل والارجنتين. قطر طبعا عامله شغل مهم جدا. الملاعب انا مش فاهم ازاي ممكن تتفتح ملاعب بالمجاني بعد دور المجموعات. ده كان خبر كنت قريته، مش عارف ده يعني على وكالة، يعني مش على موقع ولا حاجة. ودي حاجة برضو غريبة، لأن في حوالي 3 مليون تذكرة اتباعوا. الزحمة في الكاس العالم هي دي المشكلة الرئيسية. ضغط الناس، يعني ضغط الجمهور، التذاكر، العدد الكبير ده. عشان كده الفنادق المحيطة بدولة قطر، يعني في دول الخليج، يعني مثلا الامارات والسعوديه وهكذا، البحرين، اعتقد انها يعني محجوزه كلها. يعني تقارير كتيره قوي الحقيقه، يعني عن المنتخبات بقى. متشوق تشوف مين في نعم؟ متشوق تشوف مين في كاس العالم؟ البرازيل. البرازيل مش الارجنتين؟ لا البرازيل. بص، البرازيل التوب في الكوره ماشي، وانهيار غريب جدا من بعد 2002، والحقيقه من بدايه التسعينات، رغم ان هم خدوا كاس العالم 94 وكمان 2002، لكن مش هي دي كره البرازيل. يعني اخر فريق عظيم انا شفته في البرازيل اللي هو الكره البرازيليه 82، الجيل بقى سقراط جونيور وباولو زيدورو والجيل العظيم ده. يعني 94 كان ببيتو روماريو، كان مجموعه الكوره. انا بتكلم على الكوره، لان دونجا كان بيلعب بشكل دفاعي شويه. بعد ما ابتدت النزعه الدفاعيه تبقى هي الغلبه في العالم، وابتدت البرازيل تفكر انها عشان تكسب بطوله لازم تعمل زيهم. خلينا فاكرين ان بس يعني هي كسبت باجيو، يعني أو كسبت بضربات الجزاء، ضربه الجزاء بتاع روبرت باجيو اللي راحت في الساعه، نجم نجوم المنتخب الايطالي، الساعه بتاعت الاستاد. يعني لو لما لعيب مصري يشوطها كده، انت عارف ان هو لحد دلوقتي عايش باللعنه ديت. طبعا يعني كده. لكن البرازيل كسبت بضربات الجزاء، يعني ما هوش. وانا بشوف بتكلم على جيل خسر قدام ايطاليا، لكن كان بيعمل كره ممتعه. كان مدربهم تيلي سانتانا، واحد من اعظم المدربين في تاريخ البرازيل. يعني كاس العالم حاجه ممتعه، الخطط والطرق اللعب. حضرت اي حاجه في كاس العالم قبل كده؟ حضرت كاس العالم المصغره او كاس العالم مونداليتو، يعني كان فيها 6 فرق كبيره خدت كاس العالم قبل كده. وكانت تجربه اتعملت امتى دي؟ نعم، اتعملت امتى التجربه دي؟ اوروجواي في بمناسبه مرور 100 سنه 50 سنه على تنظيم كاس العالم.
وجابوا الفرق اللي كسبت كاس العالم قبل كده. كانت ممتعه زي كاس العالم؟ كان فيها فرق عظيمه يعني، يعني فرق المانيا وهولندا ومش عارف، هولندا ما خدتش كاس العالم بس جت بديلا لاعتقد لانجلترا. حتى حتى حت هتروح كاس العالم اللي جاي؟ ما اعرفش يعني لسه ما بس في حاجه بقت مغريه جدا بالنسبه لي يعني، مشاهده الايفنتات او الاحداث الكبيره في التلفزيون متعه. في التلفزيون متعه والله. طبعا الملعب متعه يعني، لسه حاضر ماتش الاهلي. كنت حاسس ان حضرتك هتقول مشاهدتها من الملعب لا متعة. ما انا عارف ان انا محضر اكيد يعني، انا ما حضرتش ولا كاس عالم يعني، بشوف ما لا انا حضرت الدورات الاولمبيه وما حضرتش احداث من ارضيه الملعب ولا كاس عالم، فحاجه اكيد رهيبه يعني. طبعا يعني تجربه سريه جدا وفيها متعه انك انت تحضر وسط الجمهور يعني، متعه كبيره جدا طبعا. بس الفكره في الشاشه الاعاده والسلو موشن والدقه بتاعت التصوير جنبك في شارك معاك طبعًا. لا برضو الملعب فيه بهجة، سندوتش الجبنة ابو طماطم جنبك برضو بيقولش لا الملعب طبعا بس ما الملعب فيه دلوقتي كده يعني الملاعب. وانا اخر مره رحت فيها الملعب ما كانش كده. لا انا اخر مره رحت فيها ملعب كان فيه كده ماتش السوبر في كتير قوي ما بروحش بصراحه. لا لا ماتش السوبر فيه شرب واكل وكل حاجه. انا كتير ما بروحش وجمهور كتير وجمهور جمهور الاهلي والزمالك عامل الحياه في المدرج يعني. انا استمتعت طبعا حتى كاس العالم بتاع روسيا كنت خلصت كل حاجه وكنت فعلا هسافر ما حصلش عشان ظروف ان انا كان عندي شغل في القناه وقتها فعرفتش اسافر، فكنت جدا بقى منتظر منتخب مصر بقى ودي حدث الله اعلم ما هيحصل تاني امتى يعني، برده ما حصلش. وكل الناس اجمعت ان كاس العالم في روسيا كان جامد جدا يعني. كان جامد من ناحيه ان العالم عرف المجتمع الروسي يعني او شاف روسيا الحقيقيه، ده كان تقارير برضو يعني اللي اتقالت حتى من صحفيين غربيين مش روسيا يعني. انما روسيا كانت حاجه، اصل روسيا فيها حضاره وتاريخ وشكل من اشكال المباني والمدن، حاجه متميزه ومنفرده يعني. واسعه نعم ورقعتها واسعه بلد طبعا من مميزات كاس العالم في قطر ان كل الملاعب ربع ساعة. ده هم عندهم ميزة كمان، عندهم شبكة المترو نفسها طبعا موصلة، أنا شفتها لأن أنا رحت القرعة فشفت كل التجهيزات بتاعتهم، عاملين شبكة مواصلات رهيبة كلها من تحت وفي يعني كلها من الأنفاق، بالإضافة كمان للأوتوبيسات والحافلات والحاجات اللي شبه كده والحاجات الخاصة والأمور اللي شبه كده. أعتقد عاملين مواصلات مجاني حاجات كده يعني. هي في ميزة في كأس العالم في قطر ما أعتقدش إنها توفرت لأي بطولة قبل كده، إنك ممكن تتفرج على ماتشين في اليوم الواحد. طبعًا عشان المسافات. قرب المسافات. فدي حاجة طبعًا يعني. ما هو الملاعب كلها تقريبًا المسافات ربع ساعة. فطبعًا ده إنجاز ما حصلش في تاريخ كأس العالم أبدًا. صحيح. لأن كله سفر. كله بيسافر يعني، كان عشان تروح امريكا بتلاقي سفر بالطيارات وقطارات وهكذا. يا رب يا استاذ حسن في يوم من الايام نكون بنتكلم على كاس عالم كده ويكون مصر هي اللي بتنظمه يعني، نفسي في يوم من الايام. انا ما يعني ما ببطلش احلم. احنا عايزين بس الدوره الاولمبيه يا رب ان شاء الله 36 بس الله. المكسيك دخلت فيها وتقدمت رسمي عشان تنظم 36 فاحنا لو عايزين ننظمها لازم نبتدي نتحرك عشان نتقدم احنا كمان رسميا يعني. انا رحت العاصمه الاداريه المدينه الرياضيه هناك قنبله حاجه قنبله انا بعدي عليها كتير حاجه انا ما صدقتش ان دي في مصر. طبعا حاجه فخمه جدا حاجه يعني. سوبر لا سوبر يعني. فيعني لما بما ان احنا بنتكلم على فكره الاولمبياد يعني لا يعني بيتهيألي انه دي حاجه جامده جدا تعزز الملف بتاعنا يعني. وهو الراجل رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه لما جه باخ لما شافها يعني قال مصر عندها امكانيات كبيره جدا كبنيه تحتيه يعني. لما تيجي تقيم ما بين كاس العالم وما بين الالعاب الاولمبيه، لا اهم حدث رياضي في الكون هو الالعاب الاولمبيه، دوره الالعاب الاولمبيه. الالعاب الاولمبيه دي حاجه خاصه جدا يعني، اللي فيها بتتجلى القدره البشريه بتاعت الانسان يعني. ازاي بيحطم ارقام وازاي بيعمل ريكوردز في السباحه والجمباز والالعاب القوى، والعالم كله بيبقى
يعني مجتمع حوالين الرياضه يعني. انما كاس العالم طبعا اللعبه الشعبيه الاولى يعني، مهرجان برضو احتفاليه، وهي حفله برضو يعني من اكبر حفلات او تاني اكبر حفله في تاريخ البشريه يعني، حفله رياضيه يعني. خلينا نسال حضرتك من ناحيه المكتسب يعني، انا لو انا عرفت افوز بتنظيم الاولمبياد اقدر ده يعزز لي ملفي اخد كاس عالم، استضيف كاس عالم، ولا ده مقاييس وده له مقاييس تانية؟ انا بيتهيألي ان الاولمبياد اصعب بكتير كملف من استضافه كاس العالم. طبعا طبعا انت عندك 20 يعني 20,000 صحفي وحوالي 12,000 او 10,500 لان البعثات كتيره جدا مش زي المنتخبات. 11,000 رياضي ورياضيه. المطبخ الاولمبي مذهل، لازم بالطن بقى يعني لازم تعمل 300 طن لحمه مش عارف كم مليون لتر ميه، حاجات بقى لازم تبقى جاهزه. انت هتاكل 40,000 بني ادم ممكن يكون في توقيت واحد تقريبا يعني، او يعني بمعدات يوميه يعني. وده كتير. وبعدين ثقافات او انواع طعام او انواع اكل مختلفه، الصينيين غير اليابانيين غير مش اليابانيين يعني، غير الاوروبيين غير العرب، مطبخ مختلف، مطبخ مختلف، مطابخ مختلفه يعني، واذواق مختلفه، لازم ترضي كل الاذواق دي، صعبه جدا 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 يعني. مش يا رب نعيش ان شاء الله باذن الله ونشوف عندنا دوره الالعاب الاولمبيه ونشوف كاس عالم، والله هتبقى حاجه يا رب ان شاء الله يعني الاجيال اللي جايه تحتفل فعلا بكاس العالم او بالالعاب الاولمبيه 36 يعني ان شاء الله باذن الله. طيب خلينا نروح بقى للاهلي وللزمالك. ما تخلينا في كاس العالم والالعاب الاولمبيه، خلاص خلصنا حسن بقى يعني لازم خلينا بس خلينا في الجو الحلو ده، الجو المنعش الجميل ده، خلينا والدنيا جميله. لازم تحاول تروح كاس العالم او والله نفسي اروح يعني، والله نفسي اروح، ربنا ييسر او بطوله امم اوروبيه او اي حاجه نفسي اروح هتستمتع يعني. ان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لي فيها ان شاء الله. طيب خليني بقى اروح للاهلي وللزمالك. الاهلي ومباراته مع الداخليه ومكسب عريض، والزمالك نفس القصه، خلينا ناخدهم ماتش ماتش. وكالعادة عناوين المستكاوي بلقاء الأهلي والداخلية، ما عنوان الأستاذ حسن المستكاوي لهذا اللقاء؟ هتقولي بقى. حاضر، ما احنا بنقول على طول يطلع. أنا عايز أراه يعني. طبعا الأهلي يهزم الداخلية بخطة نابليون، دي بتاعت الشطرنج؟ أيوة ماشي. اللي هو كش ملك في يعني، وانت لسه بتفكر هتعمل ايه في الفيل والطابية بتوعك، تلاقي الملك بتاعك انتقل الى رحمة الله. حلو، اسال بقى سؤال، هي ايه طبعا في عنوان في عنوان بيتعمل بقاله 30 40 سنة. ايوه طب جدع تقوله. الاهلي يفض كمين الداخلية. الاهلي يفض اول الاهلي لو تعادل الاهلي يقع في فخ الداخلية في كمين الداخلية. طب اسالك بقى سؤال، او الزمالك يعبر القناة يعني، هي طب هي كده لو بيلعب مع فرقة من بورسعيد او اسماعيلية او طيب لو الاهلي بيلعب الحدود، حرس الحدود، والاهلي كسب، ايه العنوان؟ والاهلي كسب؟ الاهلي يخترق الحدود؟ لا الاهلي يعبر الحدود. يعبر الحدود برضه. ايوه طبعا. طب لو الاهلي بيلعب الاتصالات، ثانيه واحده بس، ثانيه واحده، لو الاهلي بيلعب اتصالات قول لي بقى انت. الاهلي يقطع خطوط الاتصالات سهله. أيوة ايه سهل. دي اكراشيهات في العناوين. انا كنت قريت حاجه عشان بس بالمناسبه يعني، صحفي شاب انا ما اعرفوش ماشي، اسمه محمد همام. ايوه بحب قوي الادب والخيال في الرياضه يعني. فهو كان كاتب عنوان جميل جدا عجبني، طائر اخترعه كولر. المقال بتاعه عن كريم فؤاد. شوف العنوان الادبي الجميل اللي فيه خيال، صحيح، وهو عنده 25 سنه. صحيح. يعني حاجه جميله جدا. ثم بقى انا بقوله اهوت، اللي عايز يعرف حاجه عن كريم فؤاد لازم يرجع للمقال ده. طيب معلش بحاجة بقى، تقول المقال مكتوب فين عشان الناس ترجع له بقى؟ المقال كان في موقع يلا كورة، موقع يلا كورة. طبعا الصحفي اسمه محمد همام، وعنوانه طائر يخترعه كولر. يعني ازاي كولر اخترع مكان لكريم فؤاد، جناح بدل ما يبقى صغير، وهكذا يعني.
وحاكي قصته من اول من اول نجوم المستقبل او حاجه زي كده، ولعب بقى في فين مع موسيماني وازاي اخد فرص امتى واخد دقايق قد ايه مع كولر وماتشات ايه. بقول لك هو المقال بجانب العنوان الشيق الرشيق الادبي في كمان معلومات دقيقه ومتسلسله كده عن كريم فؤاد. الحقيقه اللي عايز يكتب حاجه عن كريم فؤاد لازم يرجع للمقال ده. عظيم. طيب خلي حاجه حلوه جدا يعني. هجيبه لحضرتك وهجيبه للناس برضه لان هي فرصه. اكيد هيبقى محمد همام مبسوط دلوقتي لما هيشوف اسمه لما هيشوف المقال، واكيد هيبقى مبسوط اكتر. انا كتبت المقال باسمه يعني، ان هو كتب كده، وكتبت على صفحتي في تويتر فيسبوك عشان الناس تعرف. الواحد بيفرح قوي لما الاقي شاب جديد او يعني مكافح او يعني عنده خيال ويبتدي يعمل حاجه حلوه يعني. ما بتحبش الكلاشيهات في العناوين؟ نهائي نهائي نهائي. اقول لك مره مثلا كتبت، ولا بلاش بقى يعني الزمالك مره اتغلب ماتش زمان ها ماشي. عشان الزمالك دلوقتي ما بيتغلبش. زمان بتكلم على زمان ها ماشي. زمان قوي عشان يطلع دلوقتي يقول لك يعني اشمعنى الزمالك اللي افتكرت ان هو اتغلب. خليها الاهلي يا استاذ حسن وخلاص. الاهلي ما ينفعش عشان انا كتبت عنوان دموع. كان فيه مسرحيه كان فيه مسرحيه زي السكر استاذ حسن ايامها اسمها ايامها كان فيه مسرحيه في مصر ماشي اسمها دماء على ستار الكعبه ماشي. مسرحيه مشهوره يعني ماشي. ايامها يعني ماشي. فالزمالك اتغلب، فانا عملت وصف مباراه دموع على جدران 100 عقبه عشان الهزيمه. ايوه وده شكل من اشكال الخيال. ايوه يعني حزن وزعل الجماهير بعد الهزيمه. افتكر الماتش بقى الاهلي اتغلب فيه. هل احنا واصلين للدرجه دي يا استاذ حسن؟ طبعا واصلين للدرجه دي واكتر. حلو اهو. طائر اخترع كولر، كريم فؤاد من التهميش مع موسيماني لهداف الاهلي في 131 دقيقه. هايل يا محمد يا همام. فما بتحبش الكلاشيهات؟ ايوه طبعا. ليه كلاشيهات يعني ماتشات كتيره بقى اهلي وزمالك ان هم مثلا لا، وبقى عندك كمان امبي لما يلعب بتروجيت. خد بالك خناقات بترول بقى ومواضيع وعناوين بترول قمه البترول ديربي البترول حاجات كده يعني. بعدين بقى في عندنا بقى ديربي القناه وديربي بس دي كويسه يعني. دي معديه ماشي. ديربي القناه وديربي الغضب وديربي ما مفهوم يعني. لكن بيبقى في حاجات تانية بصراحه الواحد بقى زهق منها يعني. يقطع خطوط الاتصالات، يعبر المعرفش الحدود دي، مش عارف ايه في حاجات بصراحه. طبعا الواحد كان نرجع لموضوعنا يعني زمان كان الواحد برضو بيبقى يعني الواحد في الكتابه يعني بيحاول يعمل شكل من اشكال العناوين اللي هي تبقى بتعبر عن الموضوع. وانا فاكر في التسعينات مثلا من باب التوازن، انا بغمزك عشان ما حدش يشوفني يعني. لا واضحه عن الاهلي لما كان الاهلي عنده مشاكل فنيه وما بيكسبش بطولات كام سنه، مطلوب وظائف خاليه نقطتين، ده على 8 عمود في الاهرام. مجلس اداره نقطتين، لاعبين نقطتين، جهاز فني في النادي الاهلي. تخيل بقى ان ده لو اتكتب دلوقتي هيحصل ايه؟ يهدر دمك. حاجات بقت غريبه جدا يعني الزمن بقى غير الزمن. مفيش حد الزمن غير الزمن، مفيش حد عنده القدره على تقبل النقد. طب انا بس عايز اسال سؤال. استنى بس. اتفضل يا فندم. كتبت ماذا لو اختفى الاهلي والزمالك؟ ده كان يعني تخيل من ضمن التقارير اللي اتعملت على ماتش السوبر يعني لما كنا هناك يعني. ما حدش قرا المقاله. هو الناس قرت العناوين بس. لك يا اعوذ بالله، ولا حد يقول لي احسن، واحد يقول لي اريح، واحد يقول لي حرام عليك، واحد يقول لي دول الاهرامات ازاي يختفوا كده يعني. وبعد يقول لك يعني انت عايز الاهلي والزمالك مش موجودين، وعايز الانديه بتاعت الشركات اللي تبقى يعني الانديه الجماهيريه تختفي. ايوه. الفكره بتاعت المقاله نفسها ان هيختفي دول، هيبقى في موجود ناديين تانيين قطبين كبار بيكسبوا بطولات، لان دول اصلا مش موجودين يعني. معلش
نرجع لمرجوعنا. الاهلي يفض كمين الداخليه. لا لا عيب بتاع حسام استجابه. لا انا ما قلتش عمري فاز بخطه نابليون. هي اخذت نابليون اصلا صحيح حاجه بتاعت الشطرنج. تك 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 ثلاث نقلات نقلتين من الماتش. يعني عارف تفاصيلها ولا؟ يعني مش فاكر طبعا التفاصيل. انا اخر مره لعبت فيها شطرنج من 30 سنه يعني. طيب ماشي. الشطرنج ده مش هو المربعات ده والحاجات دي؟ لا الشطرنج ده دي لعبه جامده جدا والله. كنت بلعب طول النهار بريدج والشطرنج ايام الروقان. ايه بريدج ده فين؟ يعني التطوير الاعلى بتاع الاستيميشن. ما تقوليش ايه الاستيميشن بقى؟ لا ما هو للاسف هقول لك لان انا جاي من بعيد. طب انت بقى انت كنت تلعب الوادي يوش؟ نعم. لا لا هحكي على حاجه. انا واقف عند الليد وسلم وتعبان. يعني انا مرحلتي وقفت عند الحته دي وعند بنك الحظ. حلو بنك الحظ دي. حماتك تحبك صرفت لك معرفش 3 جنيه اذهب الى السجن حالا. دي اجمع اعظم حاجه انا فاكرها. اعظم حاجه كنا بنلعب. طيب احنا بعدنا قوي يا استاذ حسن. ماشي نرجع بقى تاني. ايوه طيب الاهلي والداخليه شفت ازاي الارقام من وجهه نظر حضرتك؟ وهل فوز الاهلي امام الداخليه يدي مؤشر لجمهور الاهلي ان كولر كمدير فني استطاع امام فريق اغلق مفاتيح لعبه وقفل ان هو يكسب، وبالتالي ده دليل على ان الراجل عنده استراتيجيه يخلق بيها مساحات ويعرف يفك بيها ملعب، ولا انه ما تقيمش ده بانه مكسب كبير ولا حاجه لان هو في النهايه الداخليه فريق اقل من النادي الاهلي على صعيد الامكانيات؟ هتروح لانهي وجهه نظر؟ هبص للاثنين، ان الفريق الداخليه كان ضعيف والاهلي بقوته في المباراه دي زاد من ضعف الداخليه خلاه اضعف. الهدف اللي جه في الدقيقه الثانيه ده فرق كتير جدا مع الاهلي ومع الداخليه مثلا يعني. يعني انت بتقفل صح ولا بتقفل بس وخلاص؟ يعني هل انت تنظيمك دفاعيا كان كويس؟ لا ما كانش كويس. الداخليه كان رغم المحاولات الدفاعيه يعني الاهلي قدر يعمل اختراقات سهله جدا وعظيمه جدا، وخصوصا بتمريرات قفشه مثلا. قفشه ابدع في هذه المباراه، عمل مباراه كبيره قوي يعني. هل يقدر يعمل ده في ماتشات صعبه؟ قفشه هل يقدر يعمل ده في ماتشات مش هيبقى مسموح له انه يستلم الكوره ويبقى عنده مساحه انه يمرر كما يشاء؟ هي دي بس الاسئله اللي بتبان في المباريات الصعبه يعني. انما الاهلي عمل مباراه حلوه جدا. كريم فؤاد طبعا تالق. هجيب لك الاهداف دي. الكاميرا بتاعت البرنامج بتاعت جمهور الثالثة. ده الهدف بتاع شريف في دقيقتين. يعني مسألة اختلفت تماما يعني. انت لو تشوف تلاقي الداخلية عدد اللي حوالين الكرة هم 4 في 2. اثنين على 4 من اهلي. طيب. والاثنين هزموا الاربعة وسجلوا. صحيح. التفوق للاهلي في المباراه ده بتحطه في عين الاعتبار ان كولر خلاص وصل الى الحد من التمكن وليس من السيطره بشكل كبير، التمكن من ادوات فرقته فبقى عارفها كويس. بيختار لعيبه لمباريات وقدر يعوض غياب ديانج والسوليه ومعالي معلول. طيب. ده غياب مؤثر جدا يعني. ثلاثه مهمين جدا بالنسبه للفرقه. انما عجبك فكره اختراع كريم فؤاد؟ مش اول مره كريم فؤاد يبان ان هو كويس في مركز الجناح ده. يعني ماتشات لعبها طلع فيها لحد فين؟ طلع لحد فين؟ الماتشات لعب فيها ربع ساعه وحاجات من دي ما قدر يعمل ماتشات كبيره يعني. يعني حتى في الوقت القليل اللي شارك فيه كان سايب بصمه في المباراة دي. طبعا تألق جدا، كان مفتاح لعب مهم جدا بالنسبة للأهلي. أعتقد أنه هيبقى ستاندنج يعني. متولي رأيك في إيه في المستوى اللي بيقدمه خلال هايل؟ وأنا قلت أنت فين يا متولي؟ كنت فين يا متولي؟ طبعًا. هو كان فين صحيح؟ كان فين؟ ما تقوليش الإصابة والحاجات دي، ما هو خف ورجع واتمرن بس ما لعبش. العين بقى، العين طبعا. الراجل واضح إن عينيه كويسة، واختياراته تشكيل
يعني بيخدم اهدافه من المباراه في ضوء كمان قوه وضعف المنافس. واضح يعني جدا يعني. طيب خلينا نروح مع حضرتك لمباراه الزمالك وامبي. الامور مش احسن حاجه بالنسبه للزمالك، مش احسن حاجه من حيث الاختيارات الفنيه للراجل نفسه، ادارته للمباراه، تعادل مع امبي في حاله كده من حالات القلق الطبيعي جدا بالنسبه للجمهور، طبيعي جدا بالنسبه للجمهور، انما في حاله تانية مبالغ فيها ليه علاقه بانه الراجل ده يا جماعه ما لوش في الكوره خالص. لا 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 يعني مش معقول يبقى الراجل من شهرين بروفيسور واستاذ وعبقري وبعدين فجاه ما يبقاش ليه في الكوره. ده كلام الحقيقه كلام تهريج يعني. يعني الزمالك كان كويس قوي في الشوط الاول، كان ممكن يكسب اكتر، كان ممكن يخلص يعني. ممكن الشوط الثاني ان بي كان احسن بكتير. طيب العنوان بتاع استاذ حسن مستكاوي ام بي يفوز بنقطتين على حساب الزمالك، محتاج تفسير. عشان انا يعني اولا التعادل جه في اخر دقيقه تقريبا في وقت متاخر قوي، وكان الزمالك كان فايز بثلاث نقط. التعادل بتاع ان بي كسبهم نقطتين الحقيقه ما يعني ما كانوش متوقعين لمن يشاهد المباراه. يعني اللي يشوف الماتش ما يتوقعش ابدا ان ان بي ممكن يتعادل يعني رغم ان هو كان افضل في الشوط الثاني. في تغييرات عملها فيريرا انا الحقيقه ما يعني وقفت عندها زي ناس كثيره قوي. يعني مصطفى شلبي مثلا واضح انه على فكره لعيب كويس قوي وهو حجز مكان يعني حجز مكان. لعيب هيبقى كويس، هيبقى من اساسيين في الزمالك فعلا. وعمرو السيسي برضه لعيب كويس بيتحرك كويس جدا. تأثير إصابة فتوح ده كبير قوي كان على أداء الزمالك. فتوح جبهة شمال مهمة قوي بالنسبة للفريق، ويعني ممكن تكون بتتبني عليه خطط لعب الزمالك بشكل أساسي. لعيب محوري مش محوري بس، كمان دفاعيا هجوميا يعني. يعني لعيب له دور هجومي مهم جدا بالنسبة للفريق. فاصابته اثرت جدا على الاداء التكتيكي بتاع الزمالك. يعني الحقيقه ما حدش قدر يحل محله يعني رغم التغييرات يعني. انما طبعا يعني الجزيري كان تغييره بدري قوي. مصطفى شلبي تغييره برضو كان يعني كان عامل دور، وطبعا ضيع جون ما يضيعش الحقيقه. يعني لا يمكن يضيع. ومن هنا عايز اقول بس ان الزمالك فعلا كان ممكن يكسب اكتر من واحد بتاع ضربه الجزاء يعني. ايوه لكن هي دي الكوره يعني. هتضيع، هتلاقي نفسك في الاخر تركيزك يضيع، هتخسر نقط مش لازم تخسرها يعني. صحيح. طيب عند حضرتك اي تعقيب اخير قبل ما اروح لفصل؟ عشان بعد الفصل نتكلم برضو تاني لسه في بص في قاعده انا بقولها من زمان. الاهلي والزمالك لو اتعرضوا لضغط وهجوم من اي منافس بس ضغط وهجوم يعني محسوب ومنظم مع قدره على الارتداد والدفاع هيعملوا ارتباك جامد قوي للفريقين. ده حصل للزمالك قدام انبي، وحصل للاهلي قبل كده في مواسم كتيره. الموسم اللي فات ضاعت من الاهلي بطوله الدوري بسبب اللي انا بقوله لك ده. ان فرق قدامه بتعمل تنظيم دفاعي وبعدين بتهاجم. فبتقدر تاخد منه نقط. دي مهمه جدا يعني. الاهلي والزمالك بيحصل لهم حاله ارتباك لانهم متعودين او متربيين على ان هو الفعل، على ان هو اللي بيهاجم يعني. صحيح. استاذنا حضرتك نروح لفصل، وبعد الفصل نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم مع ناقدنا الرياضي الكبير استاذ حسن مستكاوي. بجد الترحيب بحضراتكم مره تانية، ولسه مكملين مع حضراتكم مع ناقدنا الرياضي الكبير استاذ حسن المستكاوي. وجه معادنا مع التقييمات. انا مش عايز اسالك سؤال قبل ما نروح للتقييمات. ليه الورقه بتشيلها وبعدين تخرجها وقت التقييمات؟ ليه يعني؟ براجع الدرجات. تراجع الدرجات. عايز اسالك برضو بس سؤال. عايز اقول لك حاجه بقى. العناوين والدرجات. ايوه
انا من سنه من الثمانينات ماشي بدي درجات ماشي الثمانينات ماشي الثمانينات عارف من امتى يعني الثمانينات زمان والعناوين الثمانينات اكيد من الثمانينات ماشي والعناوين بس متعه يعني احلى عناوين بعملها واحسن درجات بعملها في لحظتها اللي هي سخنه بص وبدون تفكير يعني يعني في اثناء المباراه ببقى عامل ملاحظات وبناء على الملاحظات دي بتبقى فيه التقييمات او الدرجات ماشي. انا ما بقولهاش عليها تقييمات بقول عليها درجات ماشي فالعناوين بتخرج وليدة اللحظه اللحظه والانفعال بالمباراه والدرجات نفس الحكايه بتبقى يعني في ذهني قوي لحظه المباراه يعني ماشي عشان كده ساعات وانا يعني انا عارف ان انا هاجي لك النهارده مثلا بس ساعه الماتشات وهي كانت يوم الاربعاء مش النهارده ايوه وانا بتفرج عليها بكتب درجات بس بكتب درجات مبدئيه يعني يعني بتصور مبدئي كده يعني لانها يعني 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 بتبقى عايزه شويه تفكير يعني بس يعني أنا اتسألت أسئلة كتيرة جدا جدا وبتسألها كتير جدا في كل مكان. إيه المعايير؟ إيه ده حضرتك عرفت منين؟ لا لا ما أنا بتسأل كتير قوي يعني. معايير كتيرة جدا بتاعت الدرجات يعني. طبعا. من أول معيار عندي أنا في الكورة الإبداع، درجة الإبداع. يعني لعيب واحد يعمل لعبة تقول الله يا ابني الإيه؟ ايه الحلاوه انت حاجه مش متوقعها هو ده الابداع انت حاجه جايه من المدرسه دي مدرسه الكوره الحلوه ممتعه هو ده الابداع ده الابداع ده رقم واحد ماشي. بعدين بقى الدور واللياقه وال يعني القوه والقوه والجري ومعدلات الجري والتحرك السليم والتوقيتات والاسيست او يعني انكار الذات يعني انا ساعات بدي او بيعجبني قوي التمريره اكتر من الهدف بتحصل فعلا الاسيست شكله حلو يعني الاسيست في شكل باشكال المهاره والابداع يعني انك تبقى شايف الزمالك كلهم بس تدي التمريره للمستقبل يعني لزميلك اللي هيكون في الخمسين سنتي دول بعد اقل من ربع ثانيه مين امتع واحد عمل اسيستات من وجهه نظرك في العالم حاليا دي بروين هم مش انا اللي بقول بقى يعني الناس اللي احنا متعلم منهم هم اللي بيقولوا يعني ده في الوقت الراحة اللي هو الماستر بتاع الاسيست من الذاكره بقى لما نرجع بقى الاستاذ حسن مستكاوي كان مين اللي بيحب يتفرج على الاسيستات بتاعته البرازيليين طبعا برازيليين؟ لا البرازيليين كنت تحب تروح كره تروح لهم طبعا ميسي طبعا من الجيل الحالي يعني أي. لكن البرازيليين حاجه رهيبه طبعا يا خراب يا عليهم والترقيص والمهارات والكعوب صحرة البرازيل هم بيقولوا العالم بيقول ان دول فرقه البرازيل دي زي فرقه البلوتشوي في الباليه في الروسيه يعني يعني حاجه على مسرح الكوره ده فريق رائع يعني صحيح يلا نبتدي مع حضراتكم تقييمات استاذ حسن المستكاوي يلا بينا بدايه في الاهلي استاذ حسن مستكاوي طلع الورقه جاهزه ده بيلعب في الاهلي ده طيب. برونو سافي كام من 10 6.5 حمدي فتحي 8 محمد شريف استنى نطاره بس على الاقل من مالك يا فندم 7 ماشي واحنا عندنا 6.5 و7 و8 كريم فؤاد 9.5 ممكن اسال سؤال نعم ليه ما اخدش 10 الراجل نايس طلع نار من بقه طبعا عمل حاجات كويسه جدا يعني واجوان وبتاع كده النص بس راح يعني بجد والله بسال بجد ليه ما اخدش 10 هو انا بضايق حضرتك لما بسال السؤال لا 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 اصل الناس بت بت يعني بتبقى عايز تسال السؤال ده فمعلش والله لو بساله
طب ما نكمل الدرجات الاول. طيب ماشي هجاوبك. خلاص خلاص ماشي اتفق ماشي. وهقول لك ليه انما طيب. محمد فخري 7. اللي بعد قفشة 10. حلو. ليه 10؟ ليه 10؟ عشان الاسس اللي عملها فيها ابداع. كريم جري واللياقه واهداف وتواجد في اهداف وتواجد في اماكن، بس مش ابداع. وارجوك في تمرير عملها قفشه انا بشوف انها احلى لعبه في الماتش، احلى من الهدفين بتوع كريم. عشان كده كريم واخد 9.5 وقفشه 10. الابداع، الابداع اللعيب اللي يبقى مبدع في التمريره في هدف هدف. طب الهدفين اللي جابهم كريم، ما تقومش تقف وتقول يا الله يا ابن الايه، لا بس فينش. ايوه ماشي. لكن في اهداف انت تصرخ من الابداع ماشي. يا ابن الايه عملتها ازاي كده يعني ماشي. فعشان كده ما خدش العشرة، لكن ده خد العشرة. مش هو لسه موجود ده خد العشرة ماشي كده. طيب يا بختك يا عم قفش. اللي بعده بس الشاطر بقى يعملها بقى يكملها على طول في ماتشات تقيلة ماشي. مارسيل كولر 9 ماشي. وانا لوحدي اللي احيانا بشوف مارسيل كولر شبه الكابتن تامر عبد الحميد. لا والله لا. عنده بروفايل كده بالجنب كده بيبان كابتن تامر عبد الحميد، بس ما اعرفش اذا كنت انا الوحيد. نكمل باقي التقييمات. هو شكله كده مهندس انا بحس ان يعني مهندس واقف في عماره في بتبني يعني حاجه كده. انه طبعا ده دايما طالعه مش مربيها يعني، مش مهتم قوي بالمواضيع دي، مهتم بتفاصيل الشغل اكتر. ايوه ومهندس والحسابات يعني. مهندسين حسابات بالنسبه له موضوع يعني كبير. العماره طالعه وهو يعني مش شغله لان العماره تبقى حاجه حضرتك تقصد هذا الاسيست. لا مش الاسيست ده. هذا هو ذاك. لا مش هو ده. ده من وسط الملعب كوره ارضيه. ماشي نروح لباقي التقييمات. نروح لباقي التقييمات. يلا يا شباب. الزمالك حسام عبد المجيد 8. ماشي بكلمة. حسام عبد المجيد ده واحد من اهم المدافعين في مصر دلوقتي. ومش عارف حظه ليه وحش في الاعلاميا يعني. بجد يعني حاسس انه حظه وحش اعلاميا؟ والله انا حاسس ان هو متحافظ عليه اعلاميا. مش عارف ده حظه يعني. انه الناس ما بتنفخش فيه فما يضيعش. ده انا شايف انه الناس متزنه جدا. تتكلم عن حظ من حقه ليه؟ طب ليه لما الناس تقول عليه على واحد كويس يضيع لا يعني؟ لا يعني اقصد انه واخد انا شايف انه واخد حقه في الحيز يعني بلا مبالغات. فعشان كده انا شايف الدنيا هاديه حلوه يعني. هو ماشي كويس يعني. وجهه نظري يعني ممكن ماشي. تكون غلط يعني. ممكن تكون غلط. كم حسام عبد المجيد 8؟ ماشي. سيد عبد الله نيمار 6. ماشي. بعده عمر جابر 6. عمرو السيسي لا ده في ستات كتيرة بقى 6 برضو؟ لا 5.5. اللي بعده مصطفى شلبي 7.5. احمد سيد زيزو 6. ياه دي اقل مره تدي فيها رقم لزيزو. لا اخد قبل كده رقم قليل يعني. ماشي اللي بعده. هو يا جماعه انا اتهيأ لي بحمزه المسلوسي. انا اتخيلت بحمزه المسلوسي ولا انا لا ها لا. اتخيلت لا حمزه المسلوسي انا سئت من درجاته. ليه سئت من درجات يعني؟ والله بس لا. انا شفت انتوا حاططوها لي على الشاشه الاستاذ حسن يمكن ما شافهاش صح. طيب مش عايز تقول رقم؟ لا ماشي يعني ما مش في ذهني رقم. ليه يعني زهقت من الرقم؟ ماشي فرير خلاص هي الرساله وصلت يعني 6. ما هم قلت لك فيها ستات كتير. في 4 ستات في درجات الزمالك. استاذ حسن طبعا انا بشكر حضرتك، تشرفنا ونورنا ودايما بنسعد بوجود حضرتك معانا.
و... خليك ابراهيم، ولا نستغنى عن فقره التقييمات ولا عن حضرتك، فبشكرك طبعا يا استاذ حسن في هذه الامثال. ما سالتش من التقييمات؟ لا والله ما يحصل، والله ابدا ما يحصل. وبعدين يا فندم ده بقى مطلب جماهيري دلوقتي. طب انا عايز اعرف، ما سالتنيش ليه وديت الاصفار فين؟ وديت الاصفار فين يا فندم؟ جايه ان شاء الله. وديت الشعب فين يا حازم؟ جايه. ايوه. وديت الشعب فين يا عزمي؟ فين؟ وديت الاصفار فين يا عزمي؟ فين؟ جايه ان شاء الله. طب ليه حضرتك ما قلتش اصفار المره دي؟ لا يعني مش كان في اصفار بس ما كنتش عايز تقول. لا لا مش مستاهل اصفار. والله؟ لسه. الدوري لسه طويل. خلينا بس نستعد لكاس العالم. احنا نعمل تقييمات في كاس العالم؟ نعم. ماشي. ايه مش هنعمل؟ ايه؟ عيب؟ يا عم انا عايز اتفرج على كاس العالم بمزاج بقى. طيب ماشي خلاص اوكي. ماشي. احلى حاجه انك تتفرج على ماتش كوره مش شغل. صحيح. دي ابدع حاجه في العالم. ولا ليك فيها منتخب انت بتحمل همه. لا 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 لا. اتفرج اللي يكسب يكسب واللي يتبسط يتبسط، انت بتتعاطف فقط لا غير. بس. يعني فعلا احلى حاجه انك تقعد تتفرج على ماتش كوره. لا نقطه لك فيها ولا جمل. تستمتع بس. شرفتنا ونورتنا استاذك. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. احنا لسه مستمرين مع حضراتكم في جمهور الثالثه بعد الفاصل، هاجر عطيه وفقرتنا الاوروبيه المعتاده كل سبت. خليكم معنا.